القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: مركز الحبوب يوفر ظروفاً أفضل للأجيال القادمة. الشعب والشرطة إيد واحدة في النهائي، وضابط يؤدي التحية العسكرية للجماهير. واقتربت حلقة الحسم، تواصل المنافسات النهائية لاختيار الراقصة الأولى. وإليكم تفاصيل النشرة. الرئيس يؤكد إصراره على تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسات التي تم إجراؤها لمشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره نموذجا للمشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة، لتمثل نقلة نوعية كبيرة تنقل مصر إلى مستقبل واعد وتوفر ظروفاً أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات متكاملة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن اللجنة الفنية بذلت مجهوداً كبيراً من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع والعمل على بدء تنفيذه، مع الحرص على تخفيض التكلفة وترشيد النفقات. انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن، وهي صورة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014-2015 لتعريفه بالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة، والذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي. ويهدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها وتشجيعهم على المشاركة في عملية اتخاذ القرار من خلال تسجيل الرأي على الموقع الإلكتروني للموازنة. ويتضمن الموقع شرحا تفصيليا لبنود موازنة الدولة والبرامج الاجتماعية بالموازنة والإجراءات الإصلاحية لمعالجة الاختلالات المالية في الاقتصاد. لا تهاون مع المخربين والإرهابيين، فقد أحبطت أجهزة الأمن محاولة عناصر إرهابية حرق سنترال عين شمس عن طريق إلقاء مولوتوف عليه بواسطة شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية. من ناحية أخرى، فجرت عناصر إخوانية محول كهرباء بالجيزة وأصيب أحد الجناة بحروق في يديه قبل هروبه من مكان الحادث. ونجحت قوات الأمن في القبض على 4 إرهابيين بينهم المتهم الرئيسي، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كجزء من المخطط الإخواني لاستهداف محولات الكهرباء ومنشآت الدولة. الشرطة والشعب إيد واحدة. ففي واحدة من أفضل الصور التقطت عدسة كاميرا عمرو عبد الله المصور بوكالة رويترز، صورة توضح مدى تفاعل أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المباراة التي جمعت الأهلي وسيوي سبورت الإيفواري مع أحداث المباراة وانفعالهم ضد حكم المباراة لعدم احتسابه خطأ لصالح ناديهم الأهلي. وتظهر الصورة الروح المصرية وهي تجمع بين أفراد الشرطة والجماهير، حيث يجتمعون على أمر واحد وهو تشجيع النادي الأهلي وحب هذا البلد والانتماء له في اللحظات الصعبة التي يمر بها. كما أدى ضابط بقطاع الأمن المركزي التحية العسكرية لجماهير الأهلي تقديرا للأداء المثالي للجماهير في المدرجات، والتي ردت التحية للضابط. واقتربت حلقة الحسم، حيث تتواصل المنافسة النهائية على لقب الراقصة الأولى في برنامج الراقصة على القاهرة والناس. ومن الساعة 11 مساء الأحد تكون قد بدأت حلقة جديدة، وبنهايتها تتبقى 3 متنافسات فقط، حيث ستغادر متنافسة في كل حلقة حتى نصل للراقصة الأولى في العالم حصريا على القاهرة والناس أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع 11 مساء. وقد حصل البرنامج على نسب مشاهدة عالية. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.